السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الثانوي علمي في مدرسة أورينت الافتراضية، نضع بين يديكم درسا جديدا من دروس مادة الرياضيات، ونأمل من الله عز وجل أن تستفيدوا مما سنقدمه لكم في هذا الدرس إن شاء الله. أعزائي الطلاب، ما زلنا في الفصل الخامس وهو فصل تطبيقات على التكامل. سوف نقدم في هذا الدرس حجم الناشئ من دوران المنحنيات حول محور دوران، سواء كان هذا المحور محور السينات أو محور الصادات. حجم المجسم الناتج عن دوران المنحني حول محور الصادات، أي حجم الناشئ من دوران منطقة محصورة بين المنحني صاد يساوي دال سين ومحور الصادات والمستقيمان صاد يساوي ألف وصاد يساوي ب. بعد دورة كاملة لهذا المنحني حول محور الصادات، نلاحظ أن المنطقة تشكل حول دورانها حول محور الصادات مجسم دوراني، وبالتالي هذا الحجم يعطى من العلاقة حي يساوي تكامل من ألف إلى ب من الأصغر إلى الأكبر لب س مربع دال صاد، حيث س هي دالة من صاد، أي من صاد يساوي دال س يجب إخراج س مربع بدلالة صاد، أو في هذه الحالة نوجد س مربع بدلالة صاد ثم نعوضها في العلاقة حيث تساوي تكامل من واحد إلى ب ب س مربع دال صاد. أي بكلام آخر، عندما تدور منطقة محاطة بين منحني ومحور الصادات والمستقيم صاد يساوي ألف وصاد يساوي ب حول محور الصادات دورة كاملة، فإن الحجم الجسم الدوراني المتولد يعطى من العلاقة أو يساوي هي يساوي تكامل من الألف إلى ب ب س مربع دال صاد. حجم المنطقة حول دوران بالنسبة إلى محور الصادات هو تكامل من ألف إلى ب، أي من الأصغر إلى الأكبر بالنسبة إلى الصادات ب ب س مربع دال صاد، وفي هذه الحالة نوجد س مربع بدلالة صاد ثم نعوض في هذه العلاقة ونكامل من ألف إلى ب فنحصل على الحجم الناتج المطلوب. لنأخذ تمرين يوضح كيفية إيجاد حجم أو حجم المنطقة الناتج عن دورانها حول محور الصادات. التمرين: أوجد حجم الجسم الدوراني عندما تدور المنطقة المحاطة بالمنحني صاد يساوي س مربع صاد يساوي س مربع والمستقيم س يساوي صفر، أي مع محور الصادات، والمستقيمان صاد يساوي الواحد وصاد يساوي اثنين للمنطقة المحددة في الربع الأول حول محور الصادات دورة كاملة. نلاحظ أن المنطقة محددة بين المنحني ومحور الصادات والمستقيمان صاد يساوي الواحد وصاد يساوي اثنين، وبالتالي فإن الحجم يعطى من العلاقة يساوي تكامل من ألف إلى ب ب س مربع دال صاد، حيث ألف واحد وب اللي يساوي اثنين، وبالتالي في هذه العلاقة سوف نوجد س مربع بدلالة صاد. نلاحظ أن صاد يساوي س مربع، وبالتالي س مربع تساوي صاد بالتعويض، وبالتالي فالحجم المطلوب يساوي هو عبارة عن تكامل من واحد إلى اثنين من واحد إلى اثنين ب س مربع دال صاد، وس مربع في هذا المثال كون المنحني هو صاد يساوي س مربع، وبالتالي نعوض س مربع اللي هي صاد تصبح من الشكل تكامل من واحد إلى اثنين ب صاد دال صاد، وبالتالي لحساب هذا المقدار نكامل هو تكامل محدود، نكامل من واحد إلى اثنين لصاد دال صاد، وبالتالي بتكامل صاد هي إضافة للأس واحد ونقسم على الأس الجدير، بالتالي تصبح صاد مربع على اثنين، أي أن هذا المقدار هو عبارة عن بعد إخراج ب خارج التكامل كون مقدار ثابت تصبح صاد مربع على اثنين من الواحد إلى اثنين. أولا نعوض اثنين بدل صاد تصبح اثنين للتربيع اللي هي أربعة، أربعة على اثنين وتساوي اثنين، أي المقدار الأول اللي هو اثنين ب ناقص، عندما تكون صاد يساوي الواحد وبالتالي تصبح واحد للتربيع اللي هي واحد، واحد على اثنين يساوي واحد على اثنين مضروبة في ب، واحد على اثنين ب،
وبالتالي تكامل هذا المقدار هو 2b ناقص نصف b أي 1.5b، 2b ناقص نصف b اللي هي 3 على 2b أو 1.5b، وبالتالي حجم المنطقة المطلوبة أو حجم المجسم الدوراني هو 1.5b وحدة مكعبة، أي أن حجم المجسم الناتج عن دوران المنطقة المحدودة بين المنحني صاد يساوي س مربع، ومحور الصادات اللي هو س يساوي الصفر، والمستقيمان صاد يساوي الواحد وصاد يساوي اثنين، بعد دورة كاملة حول محور الصادات للمنطقة الموجودة في الربع الأول، بعد دورة كاملة حول محور الصادات فإنه يتشكل مجسم دوراني وحجمه هو 1.5b وحدة مكعبة، وهو المطلوب في هذا التمرين. تمرين آخر، احسب حجم الجسم الدوراني الناشئ عن دوران المنطقة المحاطة بالمنحني ص يساوي س مربع ناقص 1 والمستقيم ص يساوي 2 حول محور الصادات بزاويتين قائمتين. نلاحظ أن هذا المنحني يتقاطع مع محور الصادات عند الناقص 1، وبالتالي فإن المنطقة المحددة بين المنحني ومحور الصادات هي عبارة عن منطقة متناظرة، كون هذا المنحني متناظر بالنسبة إلى محور الصادات، بالتالي فإن الدوران نصف دورة أو 180 درجة أو زاويتين قائمتين يتشكل المجسم الدوراني كاملا، وبالتالي المنطقة المحاطة بالمنحني ص يساوي س مربع ناقص 1 والمستقيم ص يساوي 2 هي كما هو موضح المنطقة المظللة في هذا الشكل، وبالتالي عندما تدور هذه المنطقة حول محور الصادات بزاويتين قائمتين فإن الحجم يكتمل، وبالتالي يعطى من العلاقة إذا كان الدوران حول محور الصادات هو ح يساوي من أ إلى ب ل ب س مربع د ص. في هذا المثال ص يساوي الألف اللي هي ناقص 1 نقطة التقاطع، وص يساوي 2 كما هو معطى من المسألة، ص يساوي ب اللي هي ص يساوي 2، وبالتالي سوف نوجد س مربع بدلالة ص ثم نعوض في هذه العلاقة فنحسب الحجم الناتج من أو الحجم الناتج من دوران هذه المنطقة المظللة حول محور السينات. نعيد، كون هذه المنطقة متناظرة بالنسبة إلى محور الصادات فبالتالي فبدورة في نصف دورة أو بدورة 180 درجة أو زاويتين قائمتين يكتمل المجسم الدوراني، وبالتالي نستطيع أن نطبق هذه العلاقة، أي أن ح تساوي تكامل من ناقص 1 إلى 2 في هذا المثال، ص يساوي ألف اللي هي ناقص 1 إلى ص يساوي ب اللي هي 2 لس مربع د ص، وبالتالي سوف نوجد من العلاقة ص يساوي س مربع ناقص 1 نوجد س مربع بدلالة ص ثم نكمل للحصول على المطلوب في هذا التمرين. أولا لدينا ص يساوي س مربع ناقص 1، وبالتالي لإيجاد س مربع ننقل ناقص 1 إلى الطرف الثاني أو إضافة 1 إلى طرفي المعادلة تصبح س مربع تساوي ص زائد 1، وبالتالي س مربع تساوي ص زائد 1 هو المطلوب كون البحث عن س مربع بدلالة ص. نعوض في العلاقة وبالتالي ح تساوي ب بتكامل من ناقص 1 إلى 2 لص زائد 1 اللي هي س مربع ص زائد 1 د ص. نقوم بحساب قيمة هذا المقدار أو التكامل المحدود فنحصل على الحجم المطلوب. تكامل ص اللي هي ص مربع على 2 وتكامل الواحد اللي هي ص من ناقص 1 إلى 2 والكل مضروبة في العدد الثابت ب. بالتالي أولا نعوض ص ب 2 تصبح 2 للتربيع 4، 4 على 2 اللي هي 2، أي أن المقدار الأول اللي هو 2 زائد ص يساوي 2، 2 زائد 2 ناقص المقدار الثاني ناقص 1 للتربيع اللي هي 1، 1 على 2 اللي هي 1 على 2 زائد المقدار الثاني ص ناقص 1 يعني ناقص 1، وبالتالي تصبح 2 زائد 2 مضروبة في ب ونصف ناقص 1 مضروبة في ب، 2 في 2 2 زائد 2 اللي هي 4، 4 ب وتصبح ب في 4 أو 4 ب ناقص نصف ناقص 1 اللي هي ناقص نص، ناقص نص مضروبة بناقص وبالتالي تصبح زائد نص أي زائد نص ب،
وبالتالي أصبحت 4b زائد نصف b، وبالتالي تصبح 4.5b. 4b زائد نصف b تصبح 4.5b وحدة مكعبة، أي أن الحجم الناتج من أو دوران المنطقة المحددة بين هذا المنحني المتناظر حول محور الصادات و المستقيم صاد يساوي 2 هو 4.5 بي وحدة مكعبة، وهو المطلوب في هذا التمرين. بعد أن وضحنا مثالين حول إيجاد تكامل منطقة حول محور الصادات أو إيجاد حجم بعد دورانها حول محور الصادات، فإنها تعطى من العلاقة ح تساوي تكامل من ألف إلى ب بي سي مربع دال صاد، وهو المطلوب في هذا التمرين. أعزائي الطلاب، بهذا التمرين نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. نأمل من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا الدرس. إلى درس جديد إن شاء الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.